من الأخبار اللي كانت ملفتة امبارح هو الخبر اللي بتحدث عن انخفاض أسعار الأراضي بين 10 و30%. طبعا هذا الكلام منسوب إلى رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السيد كمال العواملة، اللي قال إنه أسعار الأراضي تشهد تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 و30% وفقا للتنظيم والموقع بسبب جائحة كورونا. طبعا أصحاب الأراضي لتوفير السيولة ومش عارف شو، المهم انخفضت أسعار الأراضي لهذا السبب، الناس ده تبيع يعني. هذا الخبر طبعا امبارح الناس بعثوا لي إياه ولفت انتباههم جدا. وبعدين بطلع رئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور وبقول إنه المؤشرات العقارية كافة التي ظهرت مؤخرا لا يمكن الاعتماد عليها لقراءة السوق العقاري في الوقت الحالي، وإنه لم يتبين لغاية اللحظة تجاه السوق العقاري انخفاضا أو صعودا، حيث إن أزمة الوباء لم تنتهي حتى الآن وحركة العقار لم تبدأ حتى يتم الحكم عليها. يعني بفند هذا الكلام كله، بقول هذا الكلام مش صح، لا نزلت أسعار الأراضي ولا نزلت أسعار العقارات. طبعا في ناس كثير من الطبقة المتوسطة والطبقة اللي معها فلوس الله يرزق الجميع بيستنوا قاعدين هيك فرص، يعني جائحة والآن في يعني ركود اقتصادي، يعني فترة إني أتملك شقة أتملك أرض، بعد 4-5 سنين الوضع برجع أحسن من أول، والأرض هاي اللي بشتريها هلا برخيص بتغلى، وبالذات إنه فيش مغتربين، يعني أصحاب العقارات منهم بيعوا، هما بيبيعوا يا المغتربين يا الناس اللي بيقترضوا من بنوك. في ظل الوضع الحالي لا حد راح ياخذ قرض سكني ولا في مغتربين أصلا، لمين بدك تبيع أنت؟ فمضطر تنزل شوي من سعر الشقة. هذا منطق الأمور. الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين تقول لك لا هذا مش مزبوط، لسه ما فيش حركة ولسه المغتربين ما يجوا، لسه عندهم أمل المغتربين يجوا. رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السيد كمال العواملة أو المهندس كمال العواملة ينضم إلينا. أستاذ كمال الله يسعد هالصباح يا سيدي. يسعد صباحك صباح مستمعيك الكرام. الله يعطيكم العافية. عايش حكمت أستاذ كمال إنه نزلت الأسعار بين 10 و30%، على ماذا بنيت كلامك هذا؟ أستاذ الكريم أستاذ طارق، الواقع ما تحدثت فيه وما تحدث فيه بعض الأخوان قد يكون انتقاد للكلام، هو ما حدث في السوق. إحنا كان الكلام في سياق الضغوطات المالية نتيجة جائحة كورونا، زي ما تفضلت أنت وحكيت أنه في ركود اقتصادي تمام إلى 3 شهور. هناك إحنا كنا نتحدث عن البنوك وال500 مليون اللي منحتها الحكومة للبنوك لمنحها للقطاعات التجارية تمام، وخاصة صغار التجار. هناك إحنا بنعرف أن هناك بعض المستثمرين شركاتهم يحكم عليها بأنها صغيرة الحجم، هذه الشركات كانت تذهب إلى البنوك لطلب إدخالها أو إدراجها من ضمن هذه الشريحة، لكن كانت تواجه في تعقيدات. طيب شو علاقة هذا بالأراضي والعقارات؟ سيدي نعم، أنا كتاجر إسكان، إحنا الحديث كان سياقه عن تاجر الإسكان المستثمر، نتيجة الركود نتيجة أزمة كورونا نتيجة عدم توفر السيولة، عماله بيسيل بعض الأصول تبعه عشان يوفر سيولة من 10 إلى 30%، حتى يسيل نفسه في هذه الجائحة، يعني سببها الجائحة وليس انخفاض أسعار عام للأراضي. كويس، يعني فعليا في ناس قاعدة بتقايس تقول لك من 10 إلى 30% بدي نزل، بس بدي أسيل بدي أبيع بدي فلوس. هو السيدي اللي وراء بنك شركة تأجير تمويلي تاجر الإسكان أو غير تاجر الإسكان عماله بيبيع، عم بتنازل من مرابحه، يعني اليوم ربح قطاع الإسكان لا يتجاوز من 5 إلى 8%. يعني للأسف تاجر الإسكان اليوم نتيجة الجائحة عماله بينزل من مرابحه مبلغ 1000 إلى 2000 دينار، وهذا يمثل من 10 إلى 20% من مرابحه في الشقة. 1000 إلى 2000 دينار في الشقة؟ نعم. هو تاجر الإسكان بس بربح 1000 و2000 دينار بالشقة؟ لا سيدي نعم سيدي أنا بعطيك يعني أنت بتقول 20%، يعني هو بربح بس 10,000 بالشقة تاجر الإسكان؟ سيدي بربح أقل، هذه الشقة الأرضية اللي بتربح 10,000. فوق بربح أقل. الشقتين الأرضية تربح يمكن 10,000 يمكن 15,000، لكن باقي الشقق تربح من 2000 إلى 5,000. التساوي بتخسر إذا أي عمارة فيها تساوي بيها بأقل أو بالكلفة. يعني أنا بعطيك مثال، مبارح كنا مستمعين مع أحد الزملاء يبيع كان الشقق ب 85,000 الجائح وكلفة عليه 73 إلى 75، عماله ببيع ب 76، مش معناته أنه بربح 1000. إذا ذهبت إلى تكلفة رأس المال ومصاريفه وكذا هو لا يربح شيء. فاللي عماله يحدث أنه نتيجة الجائحة هناك انخفاض في الأسعار لمن وراء
قروض بنكية أو من جهات تمويلية أخرى مهما كانت. أه. إنما الأسعار اليوم ما إحنا نستطيع نحكم عليها إنه نزلت إلا بعد مرور 6 شهور على الأقل وبيع على فرض عدة. طب شو متوقع يا أستاذ كمال؟ شو متوقع أستاذ كمال العوامل؟ شو متوقع أنت خلال الأيام القادمة؟ يعني مغتربين هاي السنة ما في، وأنت الوضع الاقتصادي شايفه ونسب البطالة شايفها، من هون لآخر السنة شو متوقع؟ أنا بتوقع من هون لنهاية العام في ارتفاع الأسعار لسبب واحد. آه. إحنا قطاع الإسكان أصبح قطاع غير جاذب خلال السنوات الماضية، ما صار عندنا عمليات بناء كبيرة نتيجة بعض تعقيدات نظام الأبنية على وجه الخصوص، فالمعروض اليوم بالسوق أقل من الطلب. إحنا كنا نتوقع سابقا أنه عدد الشقق المطلوبة من 45,000 إلى 50,000. امبارح كنا في اجتماع في مؤسسة الإسكان وفي دراسة تتحدث عن حاجة الأردن إلى 62,000 شقة. إحنا كقطاع إسكان كنا ننتج 42 ل 45 ألف شقة وتباع. يعني رغم جائحة كورونا والوضع الاقتصادي أنت بتتوقع ترتفع أسعار الشقق نتيجة أنه فيش أصلا شقق للعرض أو قليلة؟ معروض. الكثير من المستثمرين، زملاء المستثمرين، ما استثمروا في هذا القطاع نتيجة الإجراءات. أولا ارتفاع أسعار الأراضي، الرسوم والضرائب اللي فرضت على هذا القطاع، ما زالت الضريبة مرتفعة. الآن أيضا يعني أنت عمالك تتحدث عن، يعني بتعرف أستاذ كمال المعدين البرنامج بتندروا بتقولوا إذا جائحة كورونا العالمية ما خفضت أسعار الشقق عنا، بضل القمر يخبط في الأرض بس عشان تنزل أسعار الشقق في الأردن. هذا اللي ضايل يعني. أخي الكريم لا يوجد سيكون هناك انخفاض. إحنا مطالبنا الحكومة حتى نحصل على فرض. إحنا بنقول الحكومة لابد من إيجاد نظام أبنية وتنظيم جديد، لابد من السماح بأبراج سكنية، لابد من أن يكون هناك 6 طوابق حتى أخفف من كلفة ثمن الأرض، لابد من العودة في أمانة عمان والبلديات إلى نظام الرسوم القديم، لابد من تخفيض ضريبة الدخل، لابد من دراسة العبء الضريبي. فكأنك بتقول الموضوع مش عندنا، مش تجار الإسكان، تروح على الحكومة، راجعوا الحكومة وأمانة عمان يعني. إحنا والحكومة نتعاون، وإحنا دار خبرة. عملنا دراسة وأثبتنا فيها للحكومة. إحدى لا قصدي موضوع الأسعار يا مواطني أردني، موضوع الأسعار إذا الحكومة سمحت لنا بكذا وكذا بناء أبراج وطابق سادس ورجعوا للرسوم القديمة بتنزل الأسعار. إذا على تحدي إحنا أنا بدي أعطيك شغلة، إحنا عملنا دراسة قبل 5 سنوات أثبتنا فيها للحكومة إنه 33% من مدخلات إنتاج الشقة السكنية هي رسوم وضرائب. الآن أنا بتوقع إحنا الآن بصدد عمل دراسة جديدة بدأنا فيها قبل أزمة كورونا وتوقفنا، وحتى يتم تعديل الموديل تبع هذه الدراسة. إحنا قد تصل الأعباء الضريبية على هذا القطاع إلى 38%. إحنا منقول إنه يجب أن يكون هناك تعاون، يعني لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم. الضريبة أو الحكومة خزينة الدولة جيوب مواطنيها. إحنا مع إنه ندفع ما علينا، لكن يجب التخفيف على المواطن. المواطن هو الأساس عملية الحركة في سوق العقار. لابد من تخفيض الفوائد البنكية على المواطنين. طيب. في شراء المسكن لتصل صح. إلى في مجموعة من الحلول بدها تعاون من أكثر من جهة. أيوة. طيب وصلت الرسالة، بس أنا يعني ما لفت نظري هو أرباح الناس بتفكر غير هيك. يعني الشقة أبو 200 متر بتربح من 5 أو من 8 إلى 10 آلاف. نعم. هيش عفوا الشقة الأرضية، المش أرضية بتربح من 3 إلى 5 آلاف والتساوي بتخسر. سيدي شغلي واحدة نكون واعيين. اليوم انت عمالك تحكي الربح لا يتجاوز 8%. انت نسبة كلفة رأس المال، رأس المال عندي انا عالي جدا. اي مبنى في عمان الغربية بين 1 مليون إلى 2 مليون دينار. في شمال عمان من 600,000 الى 1.5 مليون دينار. شرق عمان 400-500,000. هلأ تيجي انت بالنهاية بتقول تاجر اسكان حط 1 مليون دينار ربح 80,000، هو 80,000 شو 8%. طيب مش مبلغ كبير على 1 مليون دينار استثمره في هذا، لو راح لأي قطاع آخر يمكن يطلع له مبلغ أكثر. اليوم التنافس أصبح كبير في السوق أستاذ الكريم. سابقا قبل حوالي 20 سنة كان قطاع الإسكان قطاع مزدهر ورابح، كان يربح 15-20%، ولذلك دخلوا كثير من الناس. اليوم في ناس دخلت هذا القطاع مش عارف تخرج منه، لأنه هو أصبح بالنسبة لها الاستثمار، يعني تحول الى نوع من المهنه خلينا نسميه. طيب وصلت ما ليس مهنة. وصلت. وانا بدي اشكرك جزيل الشكر رئيس جمعيه مستثمري قطاع الاسكان المهندس كمال العوامل، كل الاحترام والتقدير، ونهارك سعيد يا سيدي. شكرا باش مهندس. أخي طارق. شكرا جزيلا. سمعت المهندس كمال العوامل، والله التساوي طلعت تخسر يا مراد، يعني فانا تفاجأت صراحه في الاسعار، كنت افكر اشي وطلعت اشي ثاني. في حد عنده كلام غير هذا الكلام؟ وبالمناسبه الأسعار المهندس كمال بتوقع ترتفع مش تنزل،
لأنه ببساطة المعروض أقل من المطلوب، فحتى جائحة كورونا مش رح تنزل أسعار العقارات. مع الحدث مع طارق حامد على مزاج أحلى إذاعة.